بعد ما تكون أخذت خبرتك الكافية بالحياة وبالفن. حقيقة. طيب اليوم تقام الكثير من مهرجانات الجوائز، أفضل ممثل، أفضل كوميدي، أفضل أفضل أفضل. كيف تقيم وما هي وجهة نظرك لكثرة هذه المهرجانات؟ البعض يراها حالة غير صحية كون اندمج الأخضر واليابس، البعض الآخر يقول لا هي تنمية وتوعية وحركة فنية ونشاطات وكذا، لكن أنت بين هاي لو بين هاي لو أنت وين؟ لا شوف، هو وجود مهرجانات هذا شيء جيد، حلو أنه الفنان العراقي يتكرم يعني من جهات سواء حكومية أو أهلية، يعني شيء هذا جيد. المشكلة وين؟ المشكلة أنه هي نفس هذا المهرجان اللي هو يكرم الفنانين وغيرهم، هو على أساس جاي يقيم؟ هي هذه المشكلة، وأعتقد هي هذه. إذا كان هناك اعتراضات على البرامج هي على هذه، على هذه المهرجانات، فهي على هذه النقطة بالفعل. تعال أنت على أي أساس قيمت بعض البرامج؟ يعني المهرجانات نشوفها يعني تعطي مثلا خلينا نفرض 10 جوائز، اثنين منها تحسها منطقية أو ثلاثة تحسها منطقية، والباقيات بيهن تحس مجاملة. أحكي لك إياها صراحة يعني، بس تذكر انه انا قلت اكو بيهن اثنين ثلاثه يعني صح يستحقن صاحب الجائزه، اكيد حاله شاذة اكو اكيد، لكن تلقى نسبه لا باس بيها، يا اما مجامله يا اما لانه المهرجان يحتاج انه دعايه له، فاحنا ننطي لفلان اللي هو بالدعايه قوي زين او لا. وهذه جاي تصير احيانا للاسف، اكو حالتين بعد. الحاله الاولى هو انه انا جايب اعلانات للمهرجان فتنطيني جائزة. أنا جايب لك سبونسر. أنت تعرف إيه؟ لأن أنت تعرف الإعلان المهرجان يحتاج ده مصروف. محتاج صرف يعني. أكيد. فأنت الصرف منين تجيبه؟ تجيب مثلاً من ماركة فلان أو من الأدوات الكهربائية شركة أو من الشركة الفلانية، شركة الاتصالات يعني غير هيك شيء. فلما يكون أكو مهرجان مثلاً يسوي فلان مثلاً يسوي محمد مثلاً، هو محتاج فد خمس شركات ترعى العمل وتنجحها مادياً. من أنا أجيب لاثنين؟ وانا مشارك بالمهرجان. انا اشتريتها بفلوسك بقى. يعني يصير مثلا تجي تعبر الجواز وما تعطيني؟ لا. هل هي تحصيل حاصل وتقييم فعلي لمنجز الفنان؟ لا 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 لا، تقييم المنجز هسه راح اقول لك شنو هي. الحاله الرابعه وهي المو صحيحه، هي انه احيانا نسوي مهرجان اوكي ونكرم به استاذ محمد ونكرم به فلان اللي هم يستحقون، لكن هو المهرجان مو على مودهم صاير. المهرجان صاير لانه اكو مثلا فد شخص ولد او بنيه بلوجر او هم حتى ما معروف احيانا منطيني فلوس انا ابو المهرجان مسوي له مهرجان عمود اكرمه عمود اخليه يشتغل، لكن اكرم ثلاثه يستحقون التكريم بس هو المهرجان مو لهم على مود بحكي يقول لهم انا تكرمت بالمهرجان اللي تكرم به محمد وفلان. هذه مو صحيحه يعني. لذلك يعني ليش جاي اقول لك؟ نرجع للسؤال حضرتك، هو هل هي تقييم؟ لا طبعا متقيم. هو تشيل الفائده تاخذ مثلا درع لكن الشارع ما يعرفك، لكن ما حد شايفك الشارع ما يعرفك اصلا يعني، وشنو فائدة الدرع إذا يعني أو يعني شنو فائدة الدرع إذا إنه الناس تعبر بالشارع ما حد يعرفك؟ بالضبط. مو بس ما حد يعرفك، قصدي إنه لأن هي شهرة مو كل شيء، لكن ما مأثر أنت بالعالم. لكن لما تكون أنت تمشي في الشارع وتشوف آراء الناس حواليك هذه الجائزة الكبرى. الدرع أخوي يتممها، حلو. واحد ما يقدر يقول لا، الدرع يكملها ويتممها ويتوجها يعني. لكن لما ما يكون هناك شيء أنت فأنت عندك يعني تفاعل الناس وياك وحبهم إلك ودائما طلباتهم بان تستمر وبانه تقدم اكثر وانه ما يقتصر ظهورك على رمضان ولازم صح تطلع صح. هو هذا الشيء اللي